تحليلي على هذه الكورونا. صافي جبران 16 عام نقرا دوزيام اني سيونس ونترنا تايكوندو ونشط في كلوب راديو. ليا 10 ايام في الحجر الصحي في الدار ما نخرج، اما بقياني في الدار خليني نعمل برشا حاجات ابار انه نتفرج في الافلام ولا نحكي مع اصحابي. بقياني في الدار عطاني الفرصه انه نعمل دي فورماسيون اونلاين وناخذ دي سيرتيفيكا كيما الوقفه قدام الكاميرا، بريزون بارول، لي سورس دي جورناليست والباتي لانكو. زاد عطاني فرصه الحجر الصحي انه نتلعب روحي اكثر ونعمل سكين كير ودي ساسوس دو بوتين طبقهم. قعدتي في الدار خلتني ندخل الكوجينه مالجري ما كنتش نعرف انه عندي سكيلز في التطيب. من اكثر الحاجات اللي عملتهم في العشرة ايام هذوما انه ترينيت تايكواندو، خاطر صعيب تقص على حاجه تعودت عليها. اخترت الحجر الصحي اول حاجه خاطر فرصه باش نزيد نبقى مع عائلتي اكثر ومع روحي، اون بلوس سي ان كادو بو كولاكسي. والاهم من هذا اسباب علاش طبقت الحجر الصحي خاطر سي تون اوبليكاسيون، هو باش يحدد لنا مصيرنا كنشدوا ديارنا ونبقوا في ديارنا، راهو الفيروس نمنعوا انتشاره ونحمي روحي.